في ناس غصب عنها لما تيجي تهتم بالشخص اللي قدامها بتوصل لمرحلة السيطرة وهي مش عارفة. فإزاي أقدر أقول إن اهتمامي ده صحي وإن أنا وصلت لمرحلة محتاجة إن أنا أتكلم مع حد فيها؟ هو مبدئيا إحنا لازم الأول نفرق ما بين فكرة الاهتمام وفكرة السيطرة. أول خط فاصل وواضح وصريح ما بين الاهتمام كسلوك والسيطرة هو المساحة الشخصية أو مساحة الحرية الشخصية اللي هي personal freedom space. الشخص اللي بيهتم بيا نتيجة حب حقيقي وصحي وسوي بيهتم بيا بناء على إن هو بيقدم لي خدمات، بيديني مساحة من الحب والاهتمام والرعاية والاحتواء والإشباع العاطفي الاستمتاع، وفي نفس الوقت بيسيب لي مساحة من الحرية الشخصية اللي هي أنا محتاج أبقى مع نفسي، أبقى لوحدي لوقت معين، محتاج أمارس جزء من حياتي الاجتماعية والإنسانية مع أشخاص آخرين. يعني ده حق طبيعي، ده لازم كل إنسان لابد أن يكون لي في أي علاقة، أي علاقة لابد يكون لي حدود. وحدود العلاقة بتبان في مساحة الحرية الشخصية، دي أهم حاجة. في مقابل السيطرة بيكون الشخص عايز يستحوذ عليكي بشكل كلي، عايز طول الوقت مسيطر على وقتك انت بتاعته انت هو بس. فأهم عامل هو المساحة الحرية الشخصية. تاني حاجة الغرض بتاع الاهتمام ده او اتجاهه، هل هو بيصب في اهتماماتك انت الشخصية والحاجات اللي انت بتحبيها، الحاجات اللي هتمتعك، الحاجات اللي هتبسطك، ولا هي بتصب في الجزء اللي هو عايز يرضيه هو، اللي يحقق له ذاته هو، اللي يحس بكيانه وفرض تحكمه وسيطرته وهيمنته عليك. ده بالنسبة للفرق ما بين الاهتمام والسيطرة. طيب. طبعا فضلي. معلش عشان أنا عايزة برضو الناس وهي بتتفرج علينا، لأن دايما اللي بيوصل لمرحلة السيطرة مش بيبقى حاسس إنه هو وصل له. فأعرف منين دلوقتي أنا بالنسبة لي مثلا الشخص اللي موجود في حياتي بكلمه طول الوقت، بهتم بيه طول الوقت، عايز اعرف هو راح فين وجاي منين، خرج امتى ورجع الساعه كام، ما كلمنيش ليه لما خد بريك من الشغل. في تفاصيل بتبقى زياده عن اللزوم انا مش ببقى حاسه ان انا يعني اهتمامي زياده فيها، بالعكس انا شايفه ان انا طبيعيه. فاعرف منين ان انا وصلت لمرحله خطر وان انا ممكن اوصل لقدامي ان هو يتضايق من اهتمامي؟ ما هو اللي انت قلتيه ده كله معناه ان انت بتسيبه له مساحه شخصيه. وبالتالي عمليه الملاحقه بالذات دايما الانثى بتحب تزود في الاهتمام قوي، دايما اهتمامها زياده، وبتحب قوي تبين الاهتمام ده عشان تحسسه قد ايه هي بتحبه. بس اللي الفيميلز مش عارفينه ان مساحه الحريه الشخصيه عند الراجل مقدسه أكثر من الأنثى كمان. يعني كل ما أنت ضيقتي عليه مساحة الحرية الشخصية بتاعته كل ما هو نفر وبعد، وخاصة لما تبدأ العلاقة تاخد وقتها وتقدم. ممكن في البداية بيبقى بتحمل الدنيا ماشية، عايز يحسسك قد إيه هو بيحبك، قد إيه هو متحملك، ولو إن ده برضه بيخلي العلاقة تنزلق من الاهتمام الطبيعي العادي اللي هو في علاقة الحب السوية الصحية، لأن هو يتحول إلى سيطرة وتحكم، إن أنا طول الوقت مش لازم أبقى عارف أنت فين. دي من علامات السيطرة، إن أنا طول الوقت بلحقك. يعني إن أنا طول الوقت أبقى عايز أعرف الشخص اللي معايا ده فين. دي ملاحقة، دي حاجة لازم أخد بالي إنها غلط. رصد حركات. دي علامات السيطرة. الملاحقة، رصد الحركات، إن أنا طول الوقت عايزه يبقى لي انا لوحدي، فبالتالي عايز اعزله عن كل اللي حواليه، عايز اقلص علاقاته كلها انها تبقى معايا انا. والزعل برضو من ان ده ما بيحصلش فيه، بيبقى فيه زعل مبالغ فيه من الطرف الثاني، لما انت ما ردتش عليا ليه، انت ما كلمتنيش ليه، انت هيضطر يدخل في مراحل الكذب بقى. عشان هو عايز يرضيكي فهيضطر ان هو يكذب. واحنا كاناث بناخد بالنا قوي من الكذب، وبناخد بالنا من اللغه الغير مرفوظه، وبيبقى احساسنا عالي قوي، فبتخشي انت غصب عنك دوس تلاقي نفسك دخلتي في حته ان الحب بدل ما كان حب حقيقي وصحي وسوي اصبح ينزلق الى علاقه مؤذيه وغير صحيه. ازاي؟ ان انا بدل ما انا الهدف من هو هدف العلاقه الحب او الزواج ايه؟ هدفها السعاده، الاستمتاع، الاشباع، الإشباع بكل أنواعه، جسدي، نفسي،
عاطفي فكري كمان انا محتاج في علاقة الحب الحقيقية عشان افرق ما بين ان ده حب حقيقي او علاقة سيطرة، ان انا محتاج درجة من الثقة ان انا مش طول الوقت بص الاسئلة كتير وملاحقة كتير. دي معناه ايه؟ معناه شك. تمام، هو الطرف التاني ممكن يفسرها كده، لا وهي اوريدي فعلا في الشخص اللي بيلاحقه هي عدم ثقة، يعني بتبقى في الاصل عدم ثقة. مش بيبقى خوف، ودائما أو الشخص عدم المسيطر مرضة. من صفاته ان هو شخص غضبان على طول، ثاير على طول، انفعالي على طول، عنده عدم ثقه بنفسه، فهو بيحاول يعوض ده بان هو يسيطر على الاخر ويلحقه. وكمان الناس دولت احيانا بيكون نتيجه للشخصيه الطفليه. ايه الشخصيه الطفليه دي؟ الشخصيه الطفليه دي لم تنضج انفعاليا في الطفوله نتيجه قلق الانفصال ده. عارفه انت الطفل الصغير اللي هو بيروح الحضانه وبنشوفه قاعد يعيط ومش عايز مامته تمشي، ده بيعاني من قلق الانفصال. ده لما بيكبر وبيرتبط بواحده بيبقى عنده حته السيطره. مش عشان هو شخصيته قويه، لان في فرق شاسع ما بين الشخصيه القويه اللي فيها اقناع وفيها ترغيب وفيها رأي سديد وفيها تحكم في أفكاري وانفعالاتي، وما بين السيطرة اللي هي سببها توتر وخوف وقلق الانفصال. أنا خايف إن أنت تنفصلي عني، أنا خايف تبعدي عني. دي بتبقى عقدة مترسبة من الطفولة. كمان الشخصية الحدية اللي هي الانفعالية زيادة عن اللزوم والمزاجية اللي مزاجها بيتغير بشكل كبير، برضو من الشخصيات النزاعة للسيطرة اللي بتحب تسيطر على اللي حواليها. طيب دكتور منى، دلوقتي يعني رجالة كتير وهي بتسمعنا هتكون مبسوطة قوي وهتقول شفتوا الستات بتهتم زيادة عن اللزوم، والستات هي اللي